بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أشكر التلفزيون السعودي والإذاعة على تحت الفرصة هذه للتعبير عن يوم عزيز على الجميع، ونرفع التحية والتهنئة للشعب السعودي ولسيدي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومناسبة اليوم الوطني الذي يذكرنا بالماضي المجيد الذي جاهد فيه مؤسس هذه الدولة وهذا الكيان العظيم ملك عبد العزيز رحمة الله عليه ورجاله وملوك هذه البلاد الكريمة من بعده، والذي نقطف ثمار جهودهم في وقتنا الحاضر ونهيئ أنفسنا إن شاء الله لتسليمها للشباب المستقبل، الشباب الواعد المسلح بالإيمان وبالوطنية وبالحس الوطني الذي نحتاجه جميعا لإكمال المسيرة تحت المظلة المباركة، مظلة الشريعة الإسلامية والسنة النبوية. وقامت هذه البلد على هذه الأهداف المباركة، والآن الحمد لله أصبحنا نضاهي الدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وهذه بجهود الله سبحانه وتعالى ثم ولاة الأمر والشعب السعودي ورجال الأمن وجميع قطاعات القوات المسلحة والشعب السعودي الذي تم بناء الإنسان والمكان بالطرق العلمية الحديثة إلى أن توصلنا والحمد لله إلى ابتعاث شبابنا وشاباتنا في كل أرجاء المعمورة لينهلوا من العلم ويجلبوا ما هو جيد ومناسب لاستكمال التنمية في جميع أرجاء الوطن. والحمد لله رب العالمين، سمعنا جميعا عن التحول الوطني الذي نأمل ويتأمل الناس جميعا بأن حيكون هو الأساس في عام 2030 في السنة الميلادية. وإحنا نرى الحقيقة أنه أكثر الأمور وأكثر المشاريع الرئيسية قد رأيناها على الأرض، ونطمح إن شاء الله بأن يكون هناك مصادر دخل أخرى تكمل المسيرة، وهي بين أيادي أمينة، وكل الجهود الحقيقة مركزة على العمل والاستعداد لهذه الخطة، خطة التحول الوطني. ونتمنى إن شاء الله للجميع الأمن دوام الأمل والاستمرار والاستقرار في أرض الحرمين الشريفين بجهود أبنائها وقادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.